بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعزائي طلاب الصف الثالث الثانوي، إن شاء الله النهاردة أكمل معاكم حل كتاب بوكلت برافو رقم 27. هنبدأ دلوقتي بحل الوثيقة الأولى ونخلي بالنا كويس. سالي كلارا، أهلا كلارا. ليزبورت سون سوبير أميوزانت، الألعاب الرياضية مسلية جدا ورائعة. نسبة أليس كذلك؟ إليا تيلمون دي سبورت ديفرانت، يوجد رياضات مختلفة. إكستريم رياضات خطيرة، إي كلاسيك ورياضات كلاسيك. بارلون دابور، لنتحدث أولا دي سبورت عن الرياضات إكستريم الخطيرة. إل سون تري دانجيرو، إنها خطيرة جدا. اي ديماند، وتتطلب بوكو دو كوراج، كثير من الشجاعة. بار اكزامبل، مثلا لو سيرف دي نيج، التزلج على السلوج. او تي جليس سور لا نيج افيك ان بلانش، او التزلج على الجليد باستخدام لوح تزلج. اليا اوسي لو باراشوتيزم، يوجد ايضا الباراشوت. او تي حيث انت ست تقفز دان افيون، من طائرة. افيك ان باراشوت، بالباراشوت. اي لو دلتا بلان، والطيران الشراعي. او تي فول، حيث انت تطير. انتر لو سييل الى تير، بين السماء والارض. مينتينو الان، باسون او سبورت كلاسيك، نمر على الرياضات الكلاسيك. اليالو فوتبول، يوجد كرة القدم. ان سبورت تري بوبولير، رياضة مشهورة جدا اون فرانس، في فرنسا. او تي دوا ماركي ديبيت، حيث يجب عليك ان تحرز اهداف. اون اوتيليزون، مستخدما لبيد الاقدام او لاتيت او الراس. نيجي بعد كده في رياضه كلاسيك كمان، هي لو تنس. اي او سي ان سبورت كلاسيك، هي ايضا رياضه كلاسيك. او تي جو، حيث انت تلعب. افيك ان راكت، بمضرب. اي ان بول، وكره صغيره. سيو ان كورت، على ملعب خاص بالتنس وهو كورت. اي بيان سير، وبالتاكيد. اليا لا ناتاسيون، يوجد السباحه. او تي تي دي بلاس، حيث تتنقل. دون لو في الماء، اون اوتيليزون ديفرانت تكنيك، بتقنيات مختلفه. اليا او سي دوتر سبور، يوجد ايضا رياضات كلاسيك اخرى. كوم لو باسكت بول، مثل كره السله. لو هاند بول، لو فولي بول، كره الطايره. لو هاند بول، كره اليد. اي بيان دوتر انكور، ورياضات اخرى. شاك سبور، كل رياضة. أسيب بروبر، رجل، لها قواعدها الخاصة. اي تكنيك وتقنيتها. مي تو سون اميزونت، ولكن كلها مسلية. الير مانير، بطريقتها. تون امي، صديقتك ماتيلد. ده بالنسبة للقطع. السؤال الاولاني بقى، سودو كومون بارل، هذه الوثيقة تتحدث عن دو دو تيب دو سبور، عن نوعين من الالعاب الرياضية. دي صح، للرياضات العنيفة والرياضات الكلاسيك. اما دو الامبورتانس دو سبور، اهميه الرياضه، عن خصائص الالعاب الرياضيه، عن مسابقه رياضيه. لا. اثنين، اون ابيز وان دين بلانش، احنا محتاجين لوح بور براتيكي عشان نمارس ايه؟ باراشوت ولا السباحه ولا لو سيرف دينيش، هي دي صح، اللي هو التزلج على الامواج، ولا دلتا بلين، طيران شراعي. ثلاثة، لو فوتبالير، لاعب الكره، كرة القدم يعني. مارك ديبيت، يحرز اهداف. اون اوتيليزون، مستخدما لي مان او لاتيت، اليدين او الراس، ولا لي بيد او لاتيت، الاقدام او الراس، دي صح. اما الاقدام او لي مان، او الايدي، لي بيد الاقدام، اي لي مان، والايدي لا. اربعة، نقط ايتان دي سبورت كلاسيك، هي واحدة من الرياضات الكلاسيك. يا ترى الباراشوتيز ولا تنس؟ طبعا اكيد التنس. أم دلتا بلين وسيرف دو نيج؟ لا. خمسة، نقط إيه لو سبورت لو بلو بوبولير أون فرانس، الرياضة الأكثر شعبية وشهرة في فرنسا، هي كرة القدم. أما باسكت بول، فولي بول، هاند بول، ما قالش. ستة، تو لي سبورت، كل الألعاب الرياضية. أونلي ميم تكنيك، لها نفس التقنيات. أونلي ميم رجل، لها نفس القواعد. ديماند بوكو دو كوراج، تطلب كثير من الشجاعة. أون دي رجل، لها قواعد. إيه تكنيك دي فرانت، طبعا الرقم دي. الوثيقة الثانية يا جماعة عبارة عن ايميل من رنا إلى هالة، بيكلموا على فاكانس اون فرانس، الأجازة في فرنسا. سالي مرحبا، جيسبير كو، أتمنى
que tu vas bien انك تكوني بخير. J'y vais-tu raconter, sauf احكي لك tout ce que j'ai fait بندان كل ما فعلته اثناء mes vacances en France في اجازتي في فرنسا. D'abord, اولا, je suis arrivé à Paris, وصلت الى باريس. Et j'ai passé quelques jours وقضيت عدة ايام dans cette ville magnifique, في هذه المدينة الرائعة. J'ai visité la Tour Eiffel, انا زرت برج ايفل. Le Musée du Louvre, ومتحف اللوفر. Et je me suis promené, وانا تنزهت. Tout le long de la Seine, بطول نهر السين. La cuisine française, المطبخ الفرنسي, est délicieuse, لذيذ. J'ai adoré la croissant, les croissants. أنا عشقت أو حبيت كثيرا المخبوزات والفرماج والجبن. دو باريس من باريس. J'ai pris le train. أنا ركبت القطر. بور من روندر أ نيس لكي أتوجه إلى مدينة نيس. Les plages ont été magnifiques. الشواطئ هناك كانت مانيفيك رائعة جدا. Et le soleil a été brillant. والشمس كانت ساطعة مشرقة. J'ai passé beaucoup de temps. أنا قضيت وقت كثير للاسترخاء يعني سور لو سابل على الرمال. اي مي بنيه والاستحمام دو لا مير في البحر. Ensuite بعد ذلك جي سويز الي اليون ذهبت الى مدينه ليون. كوني معروفه بور سا كوزين ديليسيوز بمطبخها اللذيذ. كنت مي دي بلاسمون وبالنسبه للتنقلات جي برانسيبال مو اوتوليز انا استخدمت في الاساس لي ترانسبورت اون كومان مواصلات العامه. زي ايه بقى؟ لي تران سون تري براتيك القطارات عمليه جدا. المون برمي انهم يسمحون لي دو مي ديبلاسي بالتنقل فاصلمون بسهوله انتر لي دي فرانت فيل بين المدن المختلفه. جي ايجالمون انا ايضا بري لو مترو ركبت المترو اباريس في باريس. بور مي روندا لكي اتوجه او ديفرانت سيت تورستيك الى المواقع السياحيه المختلفه. فاينالمون في النهايه جي سوي رونتري اوكير انا رجعت القاهره ايام بالامس مساء. ايبوزي منهكه تعبانه يعني. مي اريز ولكن سعيده دافوار او لوكازيون ان كان لدي الفرصه دو ديكوفرير لاكتشاف دو بيل فيل اون فرانس مدن جميله في فرنسا. لي جور كو جي باسي الايام اللي انا قضيتها لا هناك سون ان اوبليابل لا تنسى رنا. بنيجي على اسئله دون سو ميل في هذا الايميل رنا بار اللي بتتكلم عن ايه؟ دي سي توريستيك اليون مواقع سياحيه في مدينه ليون عن مدينه القاهره دو سي فاكانس اون فرانس انا اجازتها في فرنسا ويا دي الصح دو سي بروجي عن مشاريعها بالنسبه للاجازه. 8 رنا ا كومونسي سون فواياج اون فرانس. رنا بدات رحلتها فرنسا بمدينه باريس اول مدينه تنزلها. 9 رنا ابري نقط بور الي انيس. ركبت ايه عشان تروح مدينه نيس؟ ركبت القطر والكلام ده موجود في القطع بالنص يا جماعه. رقم 10 انيس مدينه نيس رنا اجوي هنا استمتعت بايه؟ دي بلاج مانيفيك الشواطئ الرائعه بزياره الاثار دو لا بون كوزين مطبخ جميل دو لا ناتاسيون دو لا ريفيير طبعا دي بلاج مانيفيك استمتعت بالشواطئ الرائعه. رقم 11 رانا اباسي اون فرانس دو جور ديفيسيل ايام صعبه قضت ايام صعبه والذي طون اغرياب اوقات رائعه هي دي صح. رقم 12 رانا افيزيتي لو ميوزي دو لوفر زارت متحف اللوفر ابري الي اليون قبل هنا ابري يعني بعد الذهاب الى ليون ولا اثناء زيارتها لليون ولا اخر يوم في الرحله افان دي الي انيس قبل الذهاب الى مدينه نيس هي دي اللي صح. نيجي على سؤال الموقف. رقم 13 فوتري سير شوازي نجيب اختك اختار جيبه مي لا تاي اي بيتيت ولكن المقاس صغير. كيسكيل دي او فوندير تقول ايه للبياع سي سري طبعا الجيبه دي ضيقه اما دي لونج طويله لارج واسعه سوبر جميله لا. 14 بور بري باري ان سالاد دو فروي عشان تجهز سلطه فاكهه. كيسك بوديت هتقول ايه؟
جي ميروند أوريون فياند، أتوجه إلى قسم اللحوم، أتوجه إلى قسم الخضر والفاكهة، دي صح. أما دي أتوجه إلى قسم الزيوت، أتوجه إلى قسم منتجات الألبان، لا. 15 فودي كريفي أن تتصف أفوتري سيبر كوبان لزميلك على النت. فوتري فيزيك عن شكلك، كيسك فوديت هتقول إيه؟ شكل جسمانيا، جي سوي جراند إيمانس، أنا طويل ورشيق، دي صح. أما عندي ألم في كو في الرقبة، لا. جي سوي فاتيجي، أنا مرهق. جي شو حران، لا. المجموعة الثانية كل طبعا موقف بدرجتين يا جماعة. فو دي ماندي افوتر امي، انت تسال صديقك كوند المي، متى هو المي لا كليماتيزاسيون، يعني متى هو يشغل المكيف. كيسكل دي، اقول لك كوند اليا دي بلوي لما يبقى في امطار، كوند الفيشو لما يبقى الدنيا حر، دي طبعا صح. كوند النيج لما الدنيا بتشتي تلج، كوند اليا دي مستيج لما يبقى في ناموس، لا. 17 فو بريبيري لا فيل لا في ا لا فيل، انت بتفضل الحياه في المدينه. كيس كبوديت اليادو بروي يوجد دوشة توت لا جورني طول النهار، سيني لا خالص، انيا ريان افير ما فيش حاجة نعملها، سي ان يو حاجة مملة، اليا توسك اون فيو يوجد كل ما نريد. 18 فوترا ميس انفورم صديق يستعلم سيغ لي كيبمو عن معدات دو باد مينتو اللي هي كرة السرعة او ريش. كيس كبوديت كيس كفو لويديت، هتقول له ايه؟ ان بال اي دو راكيت يعني كره صغيره ومضربين، ان فولان اي ان راكيت، دي صح. دي بول دو فير كرات الحديد، ان مايو دو بال لبس البحر، لا. سؤال قواعد، شوازيسي لا بون ريبونس. رقم 19 نقط بريبي اي، خلي بالنا ان بريبي اللي هي النعجه تمشي مفرد وجمع. طب انا اعرف ازاي دي مفرد من جمع؟ من خلال الفيرب، الفيرب اللي بعدها اللي هو هنا فيرب اتر اي اس تي، يبقى دي مفرد، يبقى ناخد لا، لأن النعجة مفرد مؤنث، يبقى لا بريبي إيتان ديز أنيمو دو لافير، هي واحدة من حيوانات المزرعة. 20 جيم نقط بروميني أو سنترفيل، هنا فيها لزو ضميرين مع الجي باخد مي اللي هي الأولى، يبقى جيم مي بروني يحب التنزه في وسط الإيه المدينة. أما توا طبعا دي بتأتي بعد الفعل المثبت في الأمر، يعني لير ما تمشيش، وسي طبعا تأتي مع الوال. 21 فو زيت نقط يوجا، فو فيت نقط يوجا. اليوجا طبعا فيرب فير بياتي بعده الديهات، واليوجا دي مفرد مذكر بادئ بحرف ساكن، انا اخد لها دو. 22 تيني فا با فينير افيك نو، انت مش هتيجي معانا؟ نقط سيتين بون ايدي، ده فكره جميله، يبقى سي بلا. ليه؟ لان هنا الاجابه موافقه للسؤال، مش هتيجي معانا هيجي، وطبعا دي فكره جيده يعني. رقم 23 نقط تيتي سون، كلمة فيرب سي سون تير ده أول ما تشوفه على طول تاخد كومون، يعني كيف تشعر؟ يبقى كومون تيتي سون. سؤال 24 مون بيتي نابير دو، صغيري لا يخاف، خلي بالنا من دودي. ساعة ما نلاقي حرف جر يا جماعة بناخد ريان يا إما بيرسون، هنا ما فيش بيرسون باخد ريان، معناها صغيري لا يخاف من أي شيء. أما با ما تمشيش، جامي وبلو لا. 25 فو مانجي دوري، انت بتاكل رز، وي او نو نقط مانجون بوكو، فينا بوكو وفي هنا دوري وفينا فيرب مانجي، كل دي علامات ان ناخد اون، يبقى هنا وي نوزون مانجون بوكو، بناكل منه كتير. 26 لا كاروت الجزره اي نقط ليجيم بريفيري، كلمه ليجيم دي مفرد مذكر اللي هي الخضر، يبقى اي مون ليجيم بريفيري. 27 سي ميديكا مون بور ان سومان، هنا الادويه دي لمده اسبوع، برين بريني بروند، هنا بروند ناخد دي لان الجمله دي امريه، يبقى بريني خذ هذه الايه الادويه، لان الاولى ما تنفعش لان دي في المضارع مع ايل افيك اس، وهنا دي مع الضمير ايل وال في المضارع، وهنا بروندر ده مصدر ما تمشيش. المجموعه اللي بعد كده كل جمله بدرجتين يا جماعه، خلي بالنا برضو. رقم 28 جي سوي دو نوت اومير، كلمة أمير يعني مزاج، والكلمة دي مفرد مؤنث، يبقى ناخد رقم سي، يبقى جي سوي دو بون أمير. رقم 29 ما فامي اي موا، أنا وأسرتي، طبعا دي بتساوي النو، وفينا كوما، طالما في كوما يبقى نعتبرها هنا ضمير توكيد لأني فعل بقى هنا سي بيان أميوزي، يبقى ناخد أون. ده ضمير توكيد لإيه؟ لأون،
يبقى اون سي بيان اميوزي. طب ليه ما خدتش ايل وقال؟ ما ينفعش. ليه؟ لان حتى هنا الفعل كمان فيه تبعيه، والتبعيه دي راجع على الاثنين دول، ويبقى في الحاله دي اخد ايه؟ اون، لان ده ضمير محايد. بنيجي على الاسئله المقاليه. هنا نخلي بالنا صليب انزلها. Je sais que ta famille a une grande ferme. انا اعلم بان اسرتك عندها مزرعه كبيره. كل انيمال تي ام، ايه الحيوان اللي انت بتحبه؟ طبعا بشيل كلمه كل انيمال دي كلها والتي احولها الى جي ابوستروف، واشيل الاس طبعا مع الجي، يبقى جيم لافاش، انا بحب البقره. ممكن حد تاني يقول لي جيم لو شيفال، انا بحب الايه؟ الحصان. طيب او في سيت انيمال، حسب بقى الحيوان اللي انت جبته، اين يعيش هذا الحيوان؟ بالنسبه للبقره ال في دون لي تاب، تعيش في الايه؟ الحظيره او اللي هي الزريبه يعني. ال في دون لي تابل دي ان ايه اللي هي بتاعت المواشي. اوريفوار. الموضوع اكتب من 25 ل 30 كلمه عن الموضوع ده. اكريفي سور لي سبور، اكتب عن الالعاب الرياضيه كي فوزي مي براتيكي، بتحب تمارسها. نوع الرياضه والمعدات، اقول جيم بوكو لو سبور، بحب كتير الرياضه. جيم لا ناتاسيون، بحب السباحه. سي تاني سبور نوتيك، انها رياضه مائيه. بور براتيكي سبور، عشان نمارس هذه الرياضه اون ابيز وان، احنا محتاجين. دان مايو دوبان، يعني لبس الايه؟ البحر. خلاص ده بالنسبة للبوكلت رقم 27. اتمنى ان احنا نكون استفدنا منه حاجة، وما تنسوش الاشتراك في القناة ودعمها بلايك وشير حتى تستمر، واكمل معاكم بإذن الله. اتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.